اهلا بحضراتكم من جديد، منورني وشرفتني في استوديو الاستاذ اسامه صقر الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ اسامه اهلا بيك. اهلا بيك كابتن امير. اخبارك ايه؟ والله الحمد لله الدنيا تمام. تمام، احنا لسه راجعين اهو من كنت موجود انت في رحله كنت موجود هناك. رايك ايه وانطباعاتك ايه؟ عن ايه بالظبط؟ عن كل حاجه. لا يعني لو اتكلمت عن الامارات كدوله، انا بلد جميله جدا، بلد بتحب الشعب المصري جدا وفوق ما تتصور. طبعا. نجحت السوبر بشكل كبير جدا. أكيد. انه نجح بالنسبه للتنظيم للشغل الاداري بتاعهم بعيدا عن الفنيات وما حدث في المباراه. الناس بتحبنا جدا، لبوا كل طلباتنا، كسبونا. اتحاد الكره كسب منهم 15 مليون جنيه من قيمه بيع التذاكر. الاهلي والزمالك كسبوا 5 مليون جنيه. كل حاجه تخطر على بالك اتعملت للبعثه المصريه، سواء البعثه الكوره في الاهلي والزمالك او البعثه الاعلاميه او ضيوف المهرجان ده بالكامل. وطبعا حاجه تفرح ان 33700 يحضروا المباراه النهائيه من اصل 37000 متفرج. كان معمول حسابهم ان هم يحضروا المباراه. وطبعا بالتاكيد الناس اتفرجت بعيدا عن الاحداث، اتفرجت على التنظيم، اتفرجت على النقل التلفزيوني، اتفرجت على الشكل، اتفرجت على منظر الملعب. ازاي الاستعداد وازاي الشكل. حتى انت لو شفت الملعب ده من غير الجماهير حاجه تفرح. طبعا حاجه جميله جدا. والحمد لله نجحت البطوله وكانت جميله. طيب خلينا نتكلم عن نتيجه الماتش الاول، رايك فيها ايه؟ نتيجة ماتش، لا هي نتيجة الماتش اللي انها تخرج سلبية ده كان نتاج طبيعي جدا لمستوى الفريقين في المباراة. تمام. الاهلي كان كويس جدا ومستحوذ، ولكن ما كانش عنده الخطورة او الفاعلية الكافية لاحراز هدف. وصول لضربات الترجيح دوت، يعني عشان الناس بس تفهم حاجة، ده انا عايز ادي الكاس وعايز ادي المبلغ المركز الاولاني لك او ليا، فبيعملوا لنا قرعة، يعملوا لنا ضربات ترجيح. لكن ده ما يقولش او يقلل ان الزمالك فاز بالسوبر والاهلي خسر. اكيد طبعا. بس انا اللي شايف النغمه في وسائل الاعلام وفي الميديا وحتى في قناه الاهلي ان الموضوع بيتاخد اكبر من حجمه. طب انا يعني عايز اسال سؤال للناس، الموضوع ايه بالظبط؟ موضوع ان الاهلي خسر والزمالك كسب، لا من ناحيه الخساره والفوز امر طبيعي. امر طبيعي ان مكبر القصه دي. لا ده عادي. لا انا شايف، لا انا شايف في حده، ممكن شويه حته ما حدث في ما هي ده اللي بتكلم عليه، اللي انا بقول في حده يا جماعه. دي مباراه لازم تحسم. المباراه لو احنا بنتكلم في بطوله قاريه ولا اي بطوله دوليه، لازم هتلعب اكسترا تايم، وبعد الاكسترا تايم هلعب ضربات ترجيح وهعمل كل الدنيا. ولكن هي بطوله، ماشي مبروك للي يفوز وهارد لك، لكن المنظر اللي نخرج بيه وندي فرصه للسوشيال ميديا عشان تثير الاحتقان في وقت بنطالب فيه ان الجماهير ترجع، ان عندنا منتخبات، عندنا فرقتين عندهم ماتشين في غايه الصعوبه، واحنا ناسيين ولا ايه؟ ولا احنا بنعمل حجج من دلوقتي؟ ده انا هلعب صن داونز والزمالك هيلعب الترجي، وانت عارف ان دي هتبقى مواقع حربيه وهتبقى مباريات جامده جدا. فانا اللي شايفه يعني مباراه مبروك للفايز، هارد لك للخسر. مين كان احسن، مين كان اوحش، مين يستحق مين لا يستحق، ديت حسمتها اقدام اللاعبين في المباراه وبضربات الترجيح. فشلوا ان هم يجيبوا اهداف في المباراه وضربات الترجيح هي اللي حصل. ممكن تلاعب فرقه ليس لها علاقه بكره القدم وتلاعبها ضربات ترجيح وتكسبك، وتلاعب فرقه قويه جدا في ضربات الترجيح وتخسر. طب ايه اللي فيها؟ انا مش شايف. انا كنت بقول اليوم كان جميل جدا لحد المباراه ما اتلعبت، لحد الاحداث، لحد ما المباراه انتهت. بس انا عايز بس الوم في حاجه صغيره. اتفضل. كان قبل المباراه دي بيوم بيتلعب حاجه، مباراه قدامى الاهلي والزمالك. لو شفت العلاقات ما بين لاعبي الاهلي والزمالك والضحك والتهريج والبهجه والسعاده في المباراه حاجه جميله جدا. تفاجئ ان الجماهير برضو هي بتصر على افساد هذا اليوم وشتايم من هنا وشتايم من هنا. لا الموضوع ده فيه حاجه. يعني انا لو لعبت في مصر هلعب بدون جمهور، اروح الامارات جماهير تقعد تشتم بعض. هو في ايه بالظبط؟ ليه احنا بنفسد متعه كره القدم عندنا؟ لا يا جماعه، لان ما حدث هناك من هيئ الاجواء لاحداث هذه الفوضى. مين هو؟ لا اللي بيكرهك،
بيكرهها كرياضه مصريه، مش هقول نادي كذا ولا نادي كذا، لا في ناس بتكره وناس بتتعمد انها تصير الفوضى والشائعات والتصريح. انا ما تزعلش من النهارده قاري اخبار كثيره جدا جدا لا تمت بعلاقه ولا تمت بصله للرياضه المصريه. انت النهارده ما تقول اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره، واتحاد الكوره فين؟ فين هو؟ كله في دبي. كله في دبي وفي ابو ظبي. هو كان في مراقب للمباراه دي؟ كان اتنين مراقبين. مين هم؟ الكابتن سيد بخيت والكابتن حسام الزناتي. هما كانوا مراقبين لهذه المباراه؟ الاتنين كانوا مراقبين للمباراه وكانوا موجودين، وكان في منسق اعلامي كمان موجود، مش هقول اسمه لانه صديقي وحبيبي جدا. الاحداث دي كلها انت رايك ايه في الاحداث يا استاذ اسامه بعد ضرب الجزاء عبد الله جمعه واللي حصل، رايك ايه؟ انا يعني عشان ما اكون واضح وصريح، ما حدث من عبد الله جمعه اثار جماهير الاهلي حلو، بس مش بالشكل اللي يخلي ازاز الميه تترمي عليه وتعمل انت اجري لحد نص ملعبك يا اخي وعند جمهورك واقف وارجع، مش تدخل جوه. بتكلم فيه بقى، لكن ما انا اللي شفته. انا اللي بتكلم على اللي انا شايفه، انا مش بتكلم ان انا قريت خبر في موقع او في حته، انا اللي انا شايفه وانا موجود. موجوده الناس كلها. فجاه تتقلب الدنيا الحرب، ايه اللي فيها؟ ايه اللي حصل؟ اخطاء من هنا واخطاء من هنا، وهتبقى في عقوبات هنا وعقوبات هنا طبعا. ولكن احنا نوصل ليه؟ عشان ندي مجال يقول لك ان ديت هي الكره المصريه، هي دي الجماهير اللي عايزينها يرجعوها المدرجات. هل الجمهور ليه علاقه بالقصه دي؟ شارك في ايه؟ الجمهورين في ايه؟ ما سمعتش الشتيمه؟ الشتيمه طب السبب الجماعي؟ ما شفتش التدخلات في بشتيمه وحاجات. طب انا عايز اسالك سؤال. مباراة الاهلي والزمالك عمرها ما شافت شتيمه من جمهور؟ ده انا هقول لك حاجه غير كده. ده برشلونه وريال مدريد لما لعبوا افظع مننا. حلو. هل ده معناه ان مش في جماهير في المدرجات بقى عشان جمهور ده مش جماهير؟ انت هنا التعاطي مع الاحداث. انا بصراحه مش عاجبني الربط ما بين شتائم الجماهير وعودتهم للمدرجات، او الربط ما بين تصرفات بعض اللاعبين وعوده الجماهير للمدرجات. لا ده شك وده شك. الجماهير طول عمرهم في المدرجات موجودين، بيحصل كتير جدا. طب وليه؟ طب انت عارف ان منع الجماهير لكن من ملوش دعوه بحته. لا له دعوه طبعا بالتاكيد. انت النهارده انت بقيت حساس قوي. انت كرياضه مصريه، بقيت كره مصريه، اتحاد كره، بقيت حساس قوي على ايه؟ ده في ناس بتموت جوه المدرجات، وفي الضرب بيشتغل، وفي الدنيا نهائيات اوروبا. واحنا هننسى؟ ما التاريخ قدامنا وعارفين. انما في الاخر بيتعاطوا مع الامور دي ازاي؟ بيتعاملوا معاها ازاي؟ ما انا بقول يتعاطوا بيها، يعني اقصد التعامل. يعني معنى ذلك، يعني قصدي القرارات اللي تتاخد ولازم ان هي تكون قرارات حاسمه هي اللي هتخلي الامور طبيعيه، سواء بقى في شتائم من الجماهير او ما فيش شتائم. سؤال بس صغير، انت هتاخد القرارات بناء على ايه؟ مش عندك لائحه؟ طبقها. طبق وما تخافش، ومش تطلع لي تقول لي تصريح معالي الوزير بيقول لابد من عقوبات قاسيه ومش عارف ايه. عقوبات من مجلس اداره الاهلي. طب ما الاهلي مش هيعاقب اللعيبه بتاعته اللي هتاخد قرارات؟ الله اعلم. ده لا لسه ما خرجتش. الله اعلم. ماشي، مبادئ الاهلي وقيم الاهلي دايما. انا اخطات لعيب لعب في ماتش النجم الساحلي وهو اسمه ايمن اشرف وخد كارت احمر وخرج من غير ما هقول قرار الاهلي، في عقوبه، في لائحه بتنظمني، فانا عندي مبادئ وقيم هنفذها طبعا. ايه العقوبات دي؟ ما هتبقى في عقوبات. مش عيب، ما زي ما في ثواب في عقاب. عشان ادي دروس للي جاي بعد كده. لا، الماتشات هتتلعب بجماهير، محدش يقلق، محدش يقلق. مين اللي قال ان ما تبقى يعني الجماهير لازم المدرجات. هترجع المدرجات. هو البعض بس كان بيتكلم، يعني يقول مثلا مقوله ايه، وعايزين الجمهور يرجع بعد اللي حصل. يعني على اي اساس انا هعاقب جماهير؟ بس ده هي الجماهير اللي كانت في الامارات هي اللي في مصر. لا طبعا. طب تيجي نحسبها بقى. انت عايز تعاقب الجماهير المصريه، هي الجماهير اللي في المدرجات اللي في الامارات، مش هم الجاليات؟ هتقول لي جماهير راحت من هنا هيسافر 1000 واحد، 1000 2000 10000. انت بتتكلم في 33700. ما هو يا جماعه احنا المشكله ان احنا بنيجي نقرب عند المشكله ونبتدي نفتي ونبتدي نتكلم ونصير فوضى. مباراه الاهلي والزمالك تتلعب في ميعادها، الجماهير تعود، اللي انا شايفه اكثر من كده نتعامل بهدوء. مباراه اتلتيكو مدريد وريال مدريد في السعوديه ما حصلش فيها اشتباكات؟
حصل. ريال مدريد وبرشلونه على طول دايما بيحصل. اليوفنتوس واي سي ميلان وانتر ميلان ده لا وشغبهم اكتر مننا 50,000 مره وقاسيين جدا. بس ما افتكرش ان انا شفت لعيب في فرقه من الفرق دي بيستفز جمهور الفريق التاني بعد ما يكسب. ما اعتقدش ان حصلت. ده عشان هم بيطبقوا الاحتراف. انت الحركه محسوبه عليك. لا تعمل اشاره ولا تعمل تصرف معيب ولا هتوجه سباب ولا هتعمل حاجه. طيب مورينيو لما كان بيلعب مع فرقه مانشستر يونايتد وكان بيدرب فرقه على فريق مانشستر وتشيلسي مش كل ماتش كان بيتخانق ويحتك وضرب وكل حاجه بتحصل وكلها بتقابلها هي عقوبات. ادي عقوبه صح. اقطع رقبه المشاغب بعقوبه. كلنا بنطالب بكده ده اللي احنا خلاص يبقى احنا اتفقنا بكده. احنا اتفقنا أكيد. انما تسيرني بقى ومش عارف ايه وكهربا وكهربا ما كانش يلعب عشان معروف. لا امال انا شاري الكهربا ليه وانا جايب كهربا عشان اقعده على الخط؟ العلاقه دي المفروض كان يعني ده وجهه نظر فنيه مفيش حاجه اسمها ان هو يلعب او ما يلعبش عشان وبعدين اجي انا في نقطه بس عايز افكرك بيها من ضمن الحاجات اللي كنا هناك كان في مؤتمر صحفي معمول لفايلر احنا الساده الصحفيين كانوا قاعدين والاسئله ابتدت نسال لحد ما جاله السؤال بقى انت بتلعب كل مباراه وبتغير التشكيل بتاعك ليه؟ انت ما بتثبتش على التشكيل ما بتلعبش فلان ليه وبتاع كان رد الراجل دبلوماسي جدا وقال له حضرتك مدرب كوره ولا صحفي؟ قال له انا صحفي بس بدرب في بلدنا. الراجل قال له خلاص ما تعالى انت حط التشكيل. هو انت تسمح لي ان انا اتدخل في شغلك عشان تتدخل في شغلي؟ ده يا راجل ده انت بتطالب لعيب واحد يشارك في المباراه امال انا المطلوب مني 11 اعمل ايه؟ هيعمل ايه صح؟ شوف الفكر. ما هو ده اللي بيتعب المدير الفني الاجنبي لما يجي ويلاقي نوع انت مش فاهم القصه. انت مش فاهم الراجل استحاله يشارك الا بافضل 11 لعيب هو شايفه. يخطأ يصيب احنا في الاخر اللي بنقيم. تيجوا فجأة بحتة تانية الأهلي لعب 15 مباراة وكسبهم ودي طمعت مستر فايلر إن هو بقى عنده ثقة وعنده غرور. أصل لسه ما لعبش الماتشات التقيلة وإيه اللي ناقص لنا في ده ناقص لنا ماتشين. ناقص لي زمالك وإنبي مش كده؟ وال 15 التانيين الإسماعيلي فريق وحش المصري فريق وحش والمصري وبيراميدز والمقصة والزمالك كل الفرق يعني الماتشين الجامدين عندي انبي اللي كان بيعاني في الاول والزمالك اللي عايز يلحق هم دول اقوى ماتشين في الدوري عندي يا جماعه. لا احنا بصراحه بيحصل لنا صعوبه حتى في التفكير دلوقتي. الواحد بيسمع حاجات وكلام ده وبيتوقع توقعات غريبه. طيب قرارات لجنه الانضباط تتوقعها ايه وايه المطلوب منهم في قراراتهم؟ وعايز افكر حضرتك بواقعه مثلا اكيد حضرتك فاكرها سمير كمونه في 2001 ماتش غزل المحله في نهائي كاس مصر لما توقف سنه على ما اتذكر بسبب حركه مشينا ما حدش شافها غير مثلا تقرير حكم هو اللي كتبه. لكن ما بالك لما تكون الحاجات كلها مصر كلها شافتها العالم كله شافها هيبقى التعامل معاها ازاي؟ فانا عايز اعرف توقعاتك لقرارات لجنه الانضباط. لا انا متاكد وان لم يحصل من اي امر من الامور اللي انا متاكد منها لا بقول لك متشكر جدا بقى. انا متاكد ان في عقوبات قاسيه جدا هتصدر. قاسيه؟ بس انا اللي اتمناه ان تكون العقوبات لو انت هتوقف ما تجيش تقول هوقف سنه وهشطب كذا وهعمل كذا. لا انا هدي مثلا اقصى عقوبه عندي 4 مباريات تمام بس العقوبه الماليه هي اللي تكون كبيره جدا. تأدب اللاعب هنا عشان يفكر مليون مره قبل ما يثير الشغب. انا بتكلم على اي لاعب مش في الاهلي والزمالك طبعا احنا بنتكلم على كله. بتكلم انا في الدوري الدرجه الرابعه كله عشان بس اللي بيسمعه ما يفسروش بمزاجه. ادي له عقوبه رابعه تاديب له واصلاح لزمايله اكنه في سجن عشان تخلي بالك لقمه عيشك ورزقك في العقد اللي انت بتاخده. لما انت تيجي تلاقي عقوبه جايه لك بمليون جنيه ما ده تمن قيمه العقد بتاعك في السنه مثلا. لما انت هتيجي بس ما وقفكش بقى اقول لك ايه سنه حبس ايه سنه وست شهور لا ده هي من مباراتين لثلاثه لاربعه. واعمل اللي موجود في اللائحه. اقوى حاجه في لائحه العقوبات او في لا ده لجنه الانضباط بتاخد قرارات لجنه المسابقات وتعتمد
انا ما عملتش، انا يعني ما تقولش لعيب موت لعيب في الملعب، ما تقوليش لعيب عمل حركه بايده لا اخلاقيه. طب ما انا عندي موجوده، معروف ان هي 4 مباريات و250 الف جنيه وازودها عليه لما يكون لعيب خبره، انا ما عنديش مشكله. وانتوا كنت يعني قرارات صادره بدقه وبحرفنه وبذكاء، وما سيرش الناس في الفتره اللي جايه. اي لعيب اخطا يستاهل العقوبه، انا موافق عليها، كلنا موافقين على كده، ولو هتتضاعف تتضاعف. وهنا مجالس ادارات الانديه تقف وتلاقي اللعيب اللي اخطا عندها، انت خدت عقوبه مثلا 100 الف وانا مني كمان 100، مبروك عليك 200 الف. انا اللي شايف دي العقوبات تطبق، بس تطلع خلال قد ايه العقوبات؟ ده لازم خلال، ويمكن احنا في الحلقه دي ممكن العقوبات يعني النهارده ولا بكره؟ لازم النهارده. النهارده وما ينفعش تيجي تقول لي بكره. زي الخبر، زي الخبر اللي انتوا يعني انا لسه شايفه في بعض المواقع ان مستنيين حجوزات الحكام. حجوزات ايه؟ هو الحكام هيجوا من غير حجز؟ ولا تكتب لي خبر ان الحكام يصلون القاهره بالطائره؟ انت شاكك في ان المباراه تتلعب يا استاذ اسامه ولا مش هتلعب؟ ده انا بقول وبحذر واقسم بالله المباراه لو ما اتلعبت في ميعادها دي اكبر فضيحه للكره المصريه. دي ما عندكش محدش هيصدقك وما عندكش ثقه، خصوصا بعد تصريحات المسؤولين في اللجنه الخماسيه. ما هم هناك، احنا كنا موجودين وكانوا قاعدين وقالوا مش هنأجل. الشرط بالعربي الشرط الوحيد ان يجي لنا قرار امن من قرارين. ما انا هقول لك بس عشان ما اللائحه بتقول ايه، ان الامن يقول لك لا مش هتلعبوا، انما الامن لو وافق ما تلعب ب 15 مجلس اداره و15 مجلس اداره، ولو جه واحد 15 وربع لا الربع ده مش داخل. حتى لو هتمنع الاعلاميين امنحه، لا صعب ما ينفعش. معلش بس اسمعني، ده انا بقول لك اقصى القرارات واشدها عقوبه انك تلعب، عشان انت لو لم تلعب الحاله الثانيه ان يكون عندك اجنده دوليه. هل في اجنده دوليه دلوقتي؟ لا عندك الفيفا بيقول لك ريح، عندك عذر القاهرة، عندنا سيول، عندنا أعاصير، ما عنديش لا هلعب. ويبقى أنا كده كسبت رهان إن أنا راجل بقى عندي كلمة ومصداقية. إنما أأجل المتأجل تاني هقول لك لا متشكر جدا، وهتسيب الفرصة للأقاويل والإشاعات والفوضى تزيد أكتر من الأول إن اتحاد الكرة لا يملك قراره. طيب هل اتحاد الكرة حصل على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء؟ اتأكد لنا هناك إن هم عندهم الموافقة. حلو. يعني وإن الأمن قادر. لا مفيش. إنما لو صدر أي حد يقول غير إن الأمن قادر يعني يبقى يعني مش عارف قيمة الأمن المصري. والله لو حرب شغالة. آه. إن الأمن المصري قادر يعمل مباراة، مش مباراة واحدة، 3 مباريات في توقيت واحد. طبعًا طبعًا طبعًا. إنما إحنا مش عايزين نخليها بقى إيه؟ إحنا عايزين يا جماعة ندخل بقى لمرحلة إيه، المرجلة والجدعنة بقى، إن إحنا نبني وعدي مباراة. للعلم برضه أقول لك على حاجة. الإمارات مصرة على إقامة السوبر المصري على ملاعبها. على طول 3 سنين كمان جايين. وده اللي قاله. الإصرار ده امتد لما بعد المباراة كمان؟ من بعد المباراة، وده بتصريح من أمين سر مجلس أبو ظبي للرياضة. تمام. اللي هو على ما أعتقد اسمه سهيل العريفي. هو نفسه اللي أعلن رسميا وقال إحنا بنتفاوض مع الاتحاد المصري عشان إقامة إقامة مباراة السوبر عندنا. أنت عارف الانتعاشة في أبو ظبي كانت إيه؟ إيه؟ المنظر ما تتخيلش. طبعًا. ما تتخيلش البهجة والتنظيم من جوه وكل حاجة. عايزين نتعلم. إنما أنا لو كنت لعبت السوبر في مصر كنت ألعبه ب 15 من مجلس الإدارة و15؟ لا ما كانش ينفع. كان هيجي لنا 80 ألف، أعرف أسيطر. لا ما كانش هيبقى منظر حلو كده لحد نهاية المباراة يعني. فأنا شايف يعني أنا بما يرضي الله. الأجواء كانت جميلة جدا، حتى علاقات اللاعبين القدامى يا جماعة اتفرجوا على الروعة. ده في موقفين هنا. بص المنظر، بص المنظر. لا ما طبعا ده لا حاجة كانت مفرحة جدا. وبعدين كان في لقطتين من أجمل اللقطات، وجود مؤمن زكريا. طبعا طبعا. ده كانت إشادة، وأحد لاعب الزمالك برضه كان موجود. سعد محمد. طب كل حاجة جميلة، مين اللي بيبوظ الكلام ده؟ اللي أخطأ لابد أن يعاقب. وأتصور ده يبقى ده خلاصة الكلام، وإن يكون التقرير اللي صادر من لجنة المسابقات تقرير محترم
وصادق ومعبر عما حدث. ده امر غير كده ملاش دعوه. انما انه يقول لي ان الاهلي بيعمل فيديوهات والزمالك بيعمل فيديوهات، لا انا مش هعتد بالكلام ده، انا هجيب شريط المباراه اتفرج عليه. وللعلم اتقطع عنكم شريط البث. ما انا بقول لك البث اتقطع من عندكم على السوشيال ميديا بقى. خلاص الناس شافت الاشتباكات. هل انت متاكد ان الفيديوهات دي سليمه؟ اصل مش هتبقى سليمه ليه يا استاذ اسامه؟ انا ما تترك. انا اتفرج انا بص انا شفت الاحداث من اولها لاخرها. ايه اللي حصل؟ طب حضرتك شايف في الملعب؟ اللي انا شايفه في الملعب ان في اثاره بعد ضربه الجزاء الاخيره، هي دي اللي فجرت الدنيا. شفت احد مثلا اللاعبين بيضرب لعيب تاني بالستارز بتاعه في وشه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ليه؟ عشان ايه يعني؟ طيب مشاركه اللاعبين الاحتياطيين مالهم ومال الماتش؟ انا نفسي بقى اللاعب الاحتياطي دون اكبر عقوبه تكون عليه. لا ده يا ريت على اللاعب الاحتياطي ده في اداري كمان اتصرف تصرفات في الحقيقه غريبه جدا. ومدرب حراس مرمى كمان. انا بس احنا عايزين نخرج من الاطار ده في حاله واحده. هل احنا بنفتقد ثقافه الانتصار كمان؟ يعني احنا عندنا ثقافه الهزيمه، لكن كمان ما عندناش ثقافه الانتصار ولا عندنا ثقافه كره القدم. ولا عندنا اي ثقافه في اي حاجه. هو اللعيب ده لو بيغير على بلده يعمل التصرفات اللي بتحصل دي ايا كان من هنا او من هنا. ايا كان يا جماعه احنا بنتكلم في العموم. وبعدين لما نيجي نتكلم في العموم لازم نكون بنتكلم بوضوح. أكيد. وبصراحه. وما تجيش بقى تنفعل في الفضائيات وتيجي ده يقول لي مش عارف ده حصل ايه. طيب انا راجع مع بعثة الزمالك من ابو ظبي. انا مش شايف اي حاجه بتحصل قدامي الا العادي. ولو رجعت الاهلي يعني. لا ان يحصل تجاوز يحصل كلام ال تصدقني في الحته اللي اقول لك عليها دي ان بقيت اتعمد ان انا ابعد. ما ممكن يكون لعيب بيكلم لعيب اسمع حاجه. انا هبقى بين نارين، هكتب ولا مش هكتب؟ لا بس انا واخد قراري. دي انا بعتبر دي خصوصيه. لان الطياره دي بعتبرها بيت الزمالك وانا راجع. خلاص لحد ما نتقابل. الطياره خصوصيه لكن الملعب مش خصوصيه طبعا. اما هتكلم هو انا راكب الطياره وبتنقل انت على الهواء مباشره ماشي فين وجاي؟ الملعب الناس كلها بتشوف. لا الناس كلها بتشوف. والله ان لم تصدر عقوبات تليق باسم الدوله المصريه. صح. قبل اتحاد الكره. صح. انا اقول لهم يا جماعه متشكرين خصوصا ان الدوله بتعمل مجهودات كبيره جدا لعوده الرياضه بشكل ومين طبيعي. هيجي هيديها لي لعيب بالظبط؟ ما ينفعش ما ينفعش. انما انا بقول تبقى العقوبات ماليه كبيره جدا وتوصل لارقام ان شاء الله يا رب توصل لارقام فلكيه. بس اعتقد الايقاف عدد اكبر من المباريات افضل من العقوبه الماليه، يعني بالنسبه تاثر على اللاعب اكتر من العقوبه الماليه. اللعيب ما يهموش الا الماده. طب ما انت عارف الكلام دوت وكل الناس عارفه. لا انت عايز تقرص عليه اقرص عليه ماديا. وهتديله عقوبه ايقاف. بس ما فيش حاجه اسمها شد الا انت لو جبت مسدس ولا مدفع وقتلت ثلاث اربع لعيبه. الشطب ده بتعمله لو انت مزور في بتاع، انما بتلعب وليك عقود لا تعالى. انا هعلمك السنه دي في السنه دي هتخسر قد ايه. طيب يعني دي كلها امور مهمه جدا بنتكلم فيها مع استاذ اسامه صقر الناقد الرياضي الكبير. طيب شايف المباراه اللي جايه مطلوب ايه من النادي الاهلي تحديدا؟ ومطلوب ايه من لاعبي الفرقتين كمان؟ والله هو انا ليا طلب واحد. اتفضل. المباراة قمة السوبر المصرية اللي بنتكلم عليها. أوه. البطولة اللي أنا في وجهة نظري بطولة يعني أنا بكمل بيها عدد البطولات اللي بشتغل حلو بيها. بس في الأخر بطولة. ما هي مين قال لك وأنا هاجي أقول لو هكذب على نفسي؟ يعني عشان يبقى واضح بطولة وتحسب بطولة. بطولة محسوبة. مو أنت ما زلت أنت في البطولات أنت الأكتر وأنت طبعا. الأقوى. المهم القضية مش في ديًا. اللي بتكلم عليها مباراة القمة ديًا أنا بعتبرها القمة الحقيقية بقى. اللي هي لان الفوز الاهلي في هذه المباراه انا بقول لك وداعا لبطوله الدوري لاي فرقه تفكر فيها، خلاص انتهت. يعني هي مباراه بطوله. مباراه بطوله دي اللي نفكر فيها. الكلام ده ما نقعدش ناثر على الراجل اكتر من اللازم وتطلع الكلام اللي ملوش لازمه. ده الراجل لسه ما لعبش مباراه تقيله. ده الراجل لعب مع الهلال السوداني يا جماعه ولعب مع النجم الساحلي ولعب مع الزمالك قبل كده ولعب مع كل الانديه. هو انت ايه هنلعب مع مين؟ هو احنا لسه هنلعب برشلونه وريال مدريد؟ ما نضغطش على الراجل. ندي للراجل الفرصه. يا ريت التصريحات اللي بتطلع غريبه وعجيبه دي نحافظ على نفسنا منها شويه. ما يعني ما نجريش ونقول ده فلان قال ويا علان.
وانا شوفك وانت بتعرض في بعض الفقرات اللي هي كلام الجرايد انك زعلان من حاجه معينه. لا انا وانت ما تدافعش، انت ما تدافعش. لا اللي يدافع انا بوضح. لا لان اللي يدافع في الكلام ده ويرد هو مجلس اداره النادي الاهلي. ان ما ردش خلاص يا جماعه، انما هتعمل هنعمل ودن من طين ودن من عجيب مش هتعمل. يعني بص العنوان يا استاذ اسامه، انا ما اقصدش. انت شايف العنوان منطقي شويه ولا مش منطقي؟ لا مش منطقي نهائيا طبعا. مش منطقي صح؟ عنوان مستفز ولا مش مستفز؟ مش وكلمه، وانا اجيب كلمه استفزاز ليه؟ انا بحترم زميلي اللي كتب الكلام ده. يبقى 100 يبقى 100% عنده معلومه عن غرفه خلع الملابس او غرفه ملابس، مش اقصد بقى غرفه خلع الملابس اكيد يعني، ولا الغرفه اللي هم بي الغرفه الخاصه يعني باللاعبين والجهاز الفني يعني. طيب مش عارف يعني، انا غرفه الاهلي اللي قبل ما بينزل بعمل له محاضره خفيفه، بقول له هنلعب ازاي، تكتيكنا ازاي، تشكيلتنا كده. هي انا على ما اعتقد ده المقصود بيها الكلام ده. هو الاهلي مش هيلعب ال 30 ساعات، في تضخيم للامور يا استاذ اسامه، انت عارف كده كويس. ما هو انت مين اللي خسران في السوبر؟ الاهلي. يبقى انا هقعد هجيب كل حاجه بقى و واللي حصل في الاهلي واحمد فتحي ما لعبش ليه ومش عارف مين. أيوة بس المفروض ما اختلقش ازمات ومشاكل. لا بس يعني هم برضو دي ثقافه اخرى برضو، هي دي نتيجه مباراه، لازم الثقافه زي ما تبقى موجوده عند اللاعبين وعند الجماهير لازم ايضا عند الاعلاميين والصحفيين. بقى هم انا معاك، يبقى ثقافه تقبل للهزيمه وكيفيه التعامل مع الانتصار، ودي كلام انا بعتبره منطقي وكويس جدا وده اللي ينجحني. ما انا النهارده لما ابين اخطاء الاهلي او ابين اخطاء الزمالك او الاسماعيلي او المصري، انا بدي فرصه للجهاز الفني انه يعدل. ما خليش مثلا مستر فايلر يقول لنا هو انتوا شغالين ايه؟ قلنا له صحفيين مثلا، او الزميل قال له انا صحفي، قال له طب تعالى اقعد انت هننزل التشكيل. امال هو فايدته ايه؟ الثقافه النهارده يا جماعه لما نيجي نسال، لما نيجي نعرض خبر، نتكلم بعقلانيه ومنطقيه علشان اللي بيسمعني يحترمني. انما لو فقد فيها الثقه مهما اقول مش هيصدقني. طيب دي امور غايه في الاهميه. تعالوا نستعرض بعض العناوين اللي في الصحف مع استاذ اسامه صقر ونعلق عليها مع بعض، وبالتحديد عايز اروح لصحيفه الوفد يا استاذ اسامه، واللي بتتكلم على ان لاعبوا الاهلي ودعون ملعب بن زايد بالدموع بالحزن، يعني هم زعلانين اكيد من الهزيمه. مجلس الخطيب يتمسك باقامه القمه في موعدها، وحضرتك بتاكد ان القمه في ميعادها صح؟ في ميعاد تمام. وغرامه ماليه على كهرباء ده لسه ما اتحسمش، ده امر متروك. مين غرامه ماليه على كهرباء؟ للمسؤولين في النادي الاهلي. اتفضل. مش كهرباء بس، افرض النهارده طلع ثلاث لعيبه من النادي الاهلي خدوا عقوبات، هتبقى في غرامات على الثلاث؟ ما دي اللائحه يا جماعه، ده امر يخص هو الماتش. احنا بنقول ماتش الاهلي والزمالك امتى؟ يوم الاثنين. عارف الانفراد انه لما اقول له انه هتلعب لحد بكره. انما انا عارف ان ماتش، والانفراد الاكثر ان المباراه 90 دقيقه. الانفراد الاحدث منه ان المباراه مثلا تتلعب على 180 دقيقه. يا جماعه لا، الكلام دوت احنا مش عايزين نتوقع ونتكهن. كمان عنوان الوفد بيتطرق لتصريحات مستر فايلر بعد المباراه واللي انتقد فيها اشتباكات اللاعبين. عشان راجل اوروبي. كنت حضرتك موجود في المؤتمر. كنت موجود في المؤتمر. ما قالش حاجه، هو بيقول بيرفض. سواء من هنا او من هنا، راجل بيتكلم بعقلانيه. تمام. لان الاشتباكات دي سوقت المباراه، خلت يعني اديتك انطباع ان الناس هنا مش ما عندهمش القدره على السيطره. طيب كبار النادي الاهلي وتعاملهم مع هذه المرحله وبعد الهزيمه في السوبر، شايف دورهم ازاي؟ وايه الكلمات اللي ممكن يكونوا بيقولوها للاعب النادي الاهلي مثلا زمايلهم في الفريق؟ طب انا هقول لك على معلومه. التعامل النفسي تحديدا لده. هقول لك على معلومه. اجمل حاجه في النادي الاهلي وبيعجبني فيها ان الكبار ما بيخرجوش عن الاطر ولا بيخرجوا عن الحدود بتاعتهم في التعليمات طبعاً والكلام. طبعاً. يعني مثلا هل مطلوب ان كابتن محمود الخطيب وكابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو راحوا تدريبه الاهلي النهارده؟ هل في تمرينه الاهلي مطلوب ان كان كابتن خالد بيبو او كابتن زكريا نصف او حتى الكابتن خطيب يقف يتكلم مع اللعيبه ويوجههم؟ لا لا، ما عندوش الطريقه دي. لا طبعا. ممكن كابتن رئيس النادي يحاول يتكلم، يعني هيتكلم مع مين؟ مع يا رئيس جهاز اوكي، يا المدير الفني. ايوه بس دايما بيبقى في اجتماعات، في تواصل مع اللاعبين. تشد كلام كويس يعني. يعني الكابتن خصوصا لما تبقى قيمه كبيره زي كابتن محمود الخطيب يعني. طيب ادي الكابتن محمود الخطيب، لو انا اتكلم الكابتن محمود الخطيب مع اللعيبه هيجيبوا الصوره وهو قاعد ولا هو في وسطهم؟ هو في وسطهم.
يبقى شفت الاداره بقى جمالها في ايه؟ ما بيتدخلوش. ما انا متاكد من الخبر. عايز يتكلم مع اللعيبه. ما هو الخبر عندي يا كابتن امير. تمام الخبر عندي. ما فيش مشكله اتفضل. انما دي بتظبط ايه؟ ما بتدخلش. لذلك ما بخليش الفواصل والحواجز تقرب. لا زي ما هي موجوده. رئيس نادي له قيمته والاحترامه. طيب ما هو قاله مش نزل الخبر ان الكابتن محمود الخطيب لا يحضر السوبر لتواجده في فرنسا؟ الكابتن سافر لحد دلوقتي ما اعتقدش ان هو سافر. مش عارف. لا ما انا لا انا بكلمك السوبر كان اول امبارح. كان الكابتن في فرنسا ساعتها ولا كان موجود في مصر؟ كان فين؟ كان موجود. تمام بس هو مسافر كده كده يعني ايا كان هو هيسافر في التوقيت ده او الفتره اللي جايه. ايه الاخبار يعني في ناس بتخترع اخبار. في ناس بتجيب بتثير الفوضى. طيب. انما اللي انا اللي عايز اقول لك عليه الاهلي ما حصلش حاجه انه خسر بطوله. بالظبط بالظبط. وهيكسب بطولات وهيخسر بطولات اكيد ده طبيعي هي دي كره القدم. ولكن بالزبط. الحقيقه اللي لازم نتكلم فيها ان الاهلي بيقدم موسم مختلف عن المواسم السابقه. مختلف. ان هو بيقدم مختلف. كوره وفي امكانيات وفي فرق شاسع في النقاط واقرب لحسم بطوله الدوري. ما انت بتتكلم ان الاهلي حسم البطوله وفرقه بينه وبين الثاني مثلا 14 بونت. طب ما تشوف ليفربول اللي فارق ب 22. ما تشوف انديه زي باريس سان جيرمان عامله ايه. شوف الدوريات الثانيه. بمناسبه ان احنا نتكلم على الجانب الفني للنادي الاهلي بتحديد المباراه الاخيره امام الزمالك يعني لازم نشيد كل الاشاده باثنين لعيبه يعني. ياسر ابراهيم طبعا كان مميز جدا في هذه المباراه. ومين الثاني؟ اليو ديانج ده خارج التقييم من وجهه نظري. ربنا يحفظ الولد دوت لان كله بيتكلم عليه دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. واقول لك على حاجه وكان في لعيب تالت كويس جدا. مين هو؟ قفشه. وقفشه طبعا كان ممتاز. خروجه هو سر تحول المباراه. انت في التوقيت اللي بتضغط فيه اقول لك على حاجه انا كنت تمنيت ان مروان محسن كان يلعب في الماتش ده. بالرغم ان الكتير بيختلفوا على ادائه وكلام من ده. والله كانت فرقت كتير بس انا لازم احترم قرار المدير الفني. خصوصا انا عندي اربع الفتره اللي فاتت كلها ماشي بشكل كويس يعني هو الراجل عمل تغييرات بس تغييراته كان هدفها ايه؟ ان هو يزود القدره الهجوميه للاهلي. يزود القدره الاستحواذ يزود فوارق كتيره بالذات ان وضح خلال الربع ساعه الاخيره من المباراه سيطره الاهلي الكامله على المباراه. طيب بما اننا بنتكلم فنيا كمان يا استاذ اسامه يعني مثلا موقع فيتو النهارده بيقول ان الاهلي يكشف كيف يتعامل فايلر مع ازمه اهدار الفرص. يعني هم بيجتهدوا في الجزئيه دي ان ممكن احنا عندنا ازمه في حته اهدار الفرص لكن هم بيجتهدوا في كيفيه التعامل. يعالجها امتى؟ ما تقول لي يعالجها امتى يا كابتن امير؟ امبارح؟ لا مش هم لسه راجعين امبارح؟ بالظبط هم لسه اول انا يا جماعه والله انا ما اعرفش يعني ممكن يكون بيتكلموا اللي هيحصل بعد كده يعني يمكن تحصل النهارده وبكره مثلا مثلا يقول لك فقرات هجوميه يعني هو في تمرينتين يا كابتن امير قبل المباراه هيعالج. الراجل عنده حلوله يا جماعه. يا جماعه احنا بنتدخل انا ما رضاش حد يتدخل في شغل فما تدخلش في شغل حد. الراجل ده كويس اهو قاعد في النادي الاهلي وحش يبقى ايه الاهلي يمشيه. انما مش احنا اللي هنفتي وهنتكلم في الموضوع ده. هل انا ممكن احكم على الراجل بشكل سلبي لمجرد الهزيمه في مباراه بضربات الجزاء؟ طب انا برضه هختلف معاك. هزيمه فين الهزيمه؟ انا مش بكرر كلامي انا بقول للناس ممكن البعض بيتناول ازاي موضوع الهزيمه مثلا يعني البعض بيبقى متعصب شويه يقول لك اصل الراجل عامل يعني الاهلي مش معرض يا كابتن امين. الاهلي معرض طبعا ما انا ده اللي عايز اسمعه منك. طيب من الكلام اللي قلت عليه بالزبط. انا بقول لك الراجل ناجح الى حلو لحد هذا الوقت كويس وخسر بطوله مش هزيمه هو خسر بطوله ما تهزمش وده من حق الفرقه اللي كان حظها. وعلى فكره الاهلي لو كان كسب بضربات الترجيح برضه انا كنت اقول لك مش بطوله للاهلي. ده الاهلي بس هم فرق عن الزمالك انه هياخد كاس وهياخد المبلغ الاكتر. انما ضربات الترجيح دي يا جماعه قلنا مش نتيجه مباراه. الراجل دوت انا متاكد انه عنده كتير وهيحقق ارقام باذن الله باذن الله. ولا كل ما اخشاه ان الراجل ده هل بيسمع الكلام اللي احنا بنقوله والفوضى اللي احنا بنعملها دي؟ هو ليه النهارده فايلر لحد شهر فات او قبل مباراه السوبر احنا كلنا شايلينه على الاكتاف وعلى الاعناق وبنقول ما فيش غيره حلو. وهو لحد دلوقتي هو مدير فني ممتاز. انا من وجهه نظري مدير فني طبعا. متميز مش ممتاز صح. متميز جدا 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 صح. وبعدين ما بيهموش كلامنا لانه ما بيفهمش لغه عربيه. اكيد اكيد الا بقى لو حد وصل عادي يعني كلام طبيعي جدا وتناول اعلامي لكل الاحداث اللي بتخص النادي الاهلي. يا استاذ اسامه انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. انا اللي متشكر جدا لك ومتشكر لقناه الاهلي
وعايز اقول بس كلمه طبعا اخيره طبعا. اللي جاي لازم نبص للي جاي ونهتم بينا، ما نهتمش للكلام التاني، لان كان اكبر خطا وان حدث ان انا اهتميت بالتصريحات التانيه وما اهتمتش بنفسي. لان ساعه تسديد ضربات الجزاء الخمس اسماء اللي نزلوا يسددوا ضربات جزاء انا حسيت احنا ما اتدربناش عليها. ده امر تاني بقى. انا بتكلم بالامور الفنيه، انا لا ما نتكلم وننتقد ايه اللي فيها، مفيش مشكله. لا انتقد، دي حاجه ننتقد عاديه، مفيش مشكله. انت انتقدت في كذا حاجه على مدار الحلقه، انت عايز ايه تاني؟ طيب ربنا يخليك. مفيش مشكله، احنا يعني حتى لما حد بينتقد، يعني انا بينتقد في صالح النادي الاهلي، في صالح الفريق، اي شيء داخل القلعه الحمراء، وده امر مهم جدا، وده بالمناسبه دور قناه الاهلي. يعني لما يكون في سلبيه ما ممكن حد يقول ينتقد او يحاول يعالجها او يلفت النظر ليها، ده امر طبيعي. ونتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. الأهم اللي عايز أكد على حضراتكم فيه جزئية إيه؟ جزئية إن إحنا هنفضل نعلي قيمة الأخلاق والاحترام، ودي سياسة النادي الأهلي وسياسة قناة النادي الأهلي، وعمرنا ما هننجر إطلاقا لأي أساليب أخرى من اللي حضراتكم بتشوفوها أو بتتابعوها، لأن دايما الأخلاق لا تشترى، الأخلاق بتكتسب من التربية في البداية أو بداية النشأة، ده أمر مفروغ منه. فهنفضل باحترامنا وبأخلاقنا وبتربيتنا، ده أمر مش هيتغير بالتحديد في النادي الأهلي وفي قناة النادي الأهلي طبعا اللي هي منبر إعلامي رسمي للنادي. واللي عايز أكد عليه مع حضراتكم أيضا هي جزئية الثقة، كل الثقة في الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فايلر وفي اللاعبين، وإن شاء الله بإذن الله هيفرحوا كل جمهور النادي الأهلي قريب جدا خلال التحديات المختلفة، لأن لسه عندنا أهداف كتيرة وعندنا تحديات كتيرة هنحاول نحققها ونحاول نفرح بيها من خلال انتصار بمختلف البطولات. كل التوفيق والدعم والمساندة والمؤازرة ليهم بإذن الله. كل الشكر لجماهير النادي الأهلي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، بكرة حلقة جديدة وأخبار جديدة ومتابعة لاستعدادة النادي الأهلي لقمة يوم الاثنين بإذن الله. استنونا، إلى اللقاء.